تم زوال اليوم بمصحة الضمان الاجتماعي بطنجة افتتاح قسم جديد للإنعاش سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية المخصصة للتكفل بالحالات الحرجة لمرضى كوفيد-19 بهذه المدينة. وأكد الطبيب ليوتنون كولونيل لوتيد جواد أستاذ الإنعاش والتخدير ورئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس أن الطاقة الاستيعابية لمصلحة الإنعاش الجديدة تصل إلى 20 سريرا، وسيشرف على قسم الإنعاش طاقم طبي عسكري مكون من 48 إطارا يضم أطباء وممرضين متخصصين في الإنعاش والتخدير وعلم الأوبئة والفيروسات.